خير. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم امين، اللهم امين. النهارده يا جماعه انا هكلمكم عن اهم الوظائف اللي تقدر تشتغلها في امريكا الجنوبيه بدون لغه، ماشي؟ يعني اول ما تخش البلد جديد، سواء داخل رسمي او سواء داخل باقامه او سواء داخل خدت بالك تاشيره نظاميه، ولكن انت دخلت الدوله خلاص ماشي يا صاحبي وعاوز تشتغل ومعكش لغه، اول شغلانه هتقابلك وتقدر تشتغلها يا صاحبي وهي العمل في المطاعم العربيه. ولكن انت هتشتغل في المطعم يا صاحبي، تغسل صحون زي ما قلنا قبل كده، تاخد بالك تمسح ارضيات، ولكن دي الشغلانه الوحيده اللي تقدر تشتغلها وانت معاك اقامه او ما معكش اقامه ولكن لسه جديد معكش لغه. يعني تقدر تشتغل في المطاعم العربيه، دي اول حاجه يا جماعه معانا، ماشي؟ تاني حاجه معانا يا جماعه وهو العمل في الدليفري، في شركات الدليفري زي البيتزا والبرجر. ممكن تشتغل بالموتور سايكل، ممكن تشتغل بالعجله بتاعتك، ده لو انت لسه جديد ومعكش يعني معاك اقامه بس لسه جديد. انا بفتح لك ابواب ومفاتيح للعمل يا صاحبي. شركات الدليفري تقدر تشتغل فيه سواء معاك اقامه ومعكش اقامه ولكن معكش لغه تقدر تشتغل فيها يا صاحبي. توصيلات، بتشتغل عن طريق الجي بي اس، ماشي؟ في برنامج كده بتنزله عندك في الموبايل وبتشتري كارت انترنت وبتمشي عن طريق الجي بي اس، ماشي يا صاحبي؟ يبقى انت لو معكش لغه تقدر تشتغل ديليفري. تالت شغلانه معانا يا صاحبي وهو العمل في البريد، حاجه اسمها كوريو، ماشي؟ لو انت لسه جديد ومعاك اقامه ودخلت الدوله وعاوز تشتغل، بتقدم في شركات البريد بيقبلوك. في توصيلات بالموتور سايكل وفي توصيلات بالعجله، ماشي؟ بتاخد طرود يا صاحبي معاك كده، بتاخد مجموعه طرود معاك وتوزعها على البيوت، معاك رقم البيت وبتمشي عن طريق الجي بي اس، ومش محتاج ان انت تخبط على البيت او تعمل، لا، ترمي الظرف من تحت الباب كده. وفي بعض البيوت ليها صناديق قدام باب البيت، معاك الرقم ومعاك كل حاجه، بترمي الظرف وتمشي. دي شغلانه جميله اهي يا جماعه لو انت مقيم ولسه جديد وما معاكش لغه، ماشي؟ يبقى شغلانه البريد. خلاص، الشغلانه اللي معانا يا صاحبي وهو حارس الامن. لو انت لسه جديد في البلد وعملت اقامه ومعرفش تتكلم اللغه تقدر تشتغل سكيورتي، حارس امن، ولكن بيحطوك في مناطق ليست مهمه، زي بيحطوك في مستودعات، بيحطوك امين على مخزن، تاخد بالك. ولكن لو انت بتتكلم لغه بتكون في بنك، في مستشفى، واخد بالك، في ملهى ليلي، ولكن الملاهي الليليه بيحتاجوا ناس كمال اجسام يا جماعه. معظم الملاهي الليليه حراس الامن تلاقي الواحد بسم الله ما شاء الله ضخم، ليه؟ عشان المشاكل، انت عارفين الملاهي الليليه وما ادراك الملاهي الليليه، فبيحتاجوا ناس بدون لغه ولكن يكون بودي جارد، يعني بيلعب كمال اجسام. فالمهنه حارس الامن مطلوبه لو معكش لغه تقدر تشتغل فيه، ولكن بيحطوك في مناطق ليست مهمه. خلاص يا صاحبي، الشغلانه اللي بعد كده يا صاحبي زي البريد، زي الكوريو، ولكن هي شركات مشهوره زي الدي اتش ال واليو بي اس. على فكره يا جماعه لهم فروع في العالم كله، لهم فروع هنا، الدي اتش ال لهم فروع هنا في جميع دول امريكا الجنوبيه زي الويسترن يونيون، انت واخد بالك يا صاحبي؟ فشركات الدي اتش ال وشركات اليو بي اس لو انت لسه جديد تقدر تشتغل فيها، لانك بتوزع طرود يا صاحبي، بتوزع طرود على المنازل، معاك رقم المنزل فقط، بتروح تودي الطرد وخلاص على كده، ماشي؟ وبعض البيوت لازم تخلي صاحب البيت يمضي لك، بس بتكلمه بالاشاره بتقول له امضي لي كده وخلاص على كده، ماشي؟ فشغلانه الدي اتش ال واليو بي اس يعني البريد السريع تقدر تشتغل فيها وانت ما معكش لغه. الشغلانه اللي بعد كده يا صاحبي وهو الشغل في شركات نقل العفش، بمعنى يعني تشتغل عتال، ماشي يا صاحبي؟ ده لو انت لسه جديد يا صاحبي ومعكش لغه، ممكن تشتغل في شركات نقل العفش سواء معاك اقامه او معكش اقامه. شركات العفش لا تحتاج لغه، انت هتبقى عباره عن عتال يقول لك شيل كذا شيل كذا، طلع العربيه كذا طلع العربيه كذا، عفش المنازل يا جماعه، شركات نقل العفش، ماشي يا صاحبي؟ ما بتحتاجش اي لغه نهائيا يا صاحبي، تشتغل في الشركه بتطلع مع العربيه بتحمل وبتنزل، تحميل وتنزيل، عتال يعني بمعنى صح، ماشي يا صاحبي؟ الشغلانه اللي بعد كده يا صاحبي الحلاق، سواء انت معاك اقامه او معكش اقامه ومعكش لغه تقدر تشتغل حلاق في اي صالون يا صاحبي، انت واخد بالك؟ ولكن ما تعرفش تفتح صالون لوحدك لانك انت معكش لغه مش عارف تتكلم، ولكن انت بدون لغه ممكن تشتغل في صالون حلاقه، ماشي يا صاحبي؟ يعني تقف على كرسي بس وتتعامل بالاشاره، وهيكون معاك واحد يعني، تاخد بالك؟ يعني هيكون واحد قديم معاك بيتكلم لغه بيرفكت،
ولكن انت كإنسان جديد تقدر تشتغل في صالونات الحلاقة يا صاحبي، ما تقلقش ماشي، لانك هتتعامل بلغة الإشارة واللي واقف جنبك في الكرسي اللي جنبك هيفهمك. ولكن انت كشخص جديد في البلد ودخلت وعملت إقامة او دخلت وقدمت لجوء ومعكش لغة ولكن معاك صنعة الحلاقة، تقدر تشتغل حلاق يا صاحبي، ما تقلقش من اي حاجة. والمهنة اللي معانا يا جماعة ان شاء الله العمل في المعمار ماشي، سواء مبلط او دهان او حداد، تقدر تشتغل بدون لغة يا صاحبي وتطلع يوميات مع الشركات المولات ماشي يا صاحبي بدون اي لغة، بس لازم تكون صنايع يعني او عامل عادي يعني، تاخد بالك بتشتغل يا صاحبي بدون لغة، سواء مبلط او ممحر او دهان، تاخد بالك يا صاحبي بتلاقي شغل في نفس المجال، مجال المعمار لا يحتاج لغة يا جماعة ماشي يا صاحبي. اخر شغلنا معنا يا صاحبي وهو عامل النظافة. عامل النظافة يا جماعة لو انت ما بتعرفش تتكلم لغة تقدر تشتغل في شركات النظافة، ولكن الشغل مش عيب يا جماعة، لو انت في بداية حياتك ومعكش لغة ممكن تقدم في شركات النظافة، بيحطوك مثلا في فندق، في مستشفى، في مطار، حسب التوزيع بتاعك، ومبتحتاجش لغة يا صاحبي، انت بتخش الموقع ومطلوب منك مكان فلاني بتنظفه وخلاص على كده، سواء بيحطوك في مطار، في مستشفى، في مستوصف، خدت بالك، في فندق، في هوستل، شركات النظافة بتوزعك حسب ما هم عايزين مش باختيارك انت ماشي يا صاحبي. فانا وضحت لك بعض الامور اهوت وفتحت لك ابواب لو انت لسه جديد وما معكش لغة. لو عجبك الفيديو يا صاحبي اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وانتظرونا في الحلقات القادمة.